أو هي اللي حكمت على نفسها بتنفيذ حكم الإعدام. واختها التانية جات لها طول ما أمك عايشة مش هنتجوز. وراحت جابت كيس من المطبخ، حطت الراس في كيس وركنت ورا باب المطبخ. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنركز لمفهوم مهم جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي مفيش عقل يتصورها ولا يتخيلها. في أم ما تتمناش السعادة لبناتها؟ في أم ما تتمناش إن بنتها تكون متجوزة وسعيدة بجوزها؟ في أم ما تتمناش تشيل ولاد ولاد بناتها وتفرح بيهم؟ غير منطقي. ده في أم تقول لك أنا نفسي قبل ما أموت أطمن عليك يا بنتي وأنت ببيت جوزك. هي دي الأمهات. في أم تقول لبنتها مش هستريح يا حبيبتي ولا يهدالي بدل غير لما تتجوزي وتكوني على ظهر جوزك. كل الأمهات كده. ما فيش أم خلقها ربنا ما بتتمناش إن تشوف بناتها في بيت جوزها. كل الأمهات كده. طيب لما يكون العريس مش مناسب، هل معنى كده الأم ترمي بنتها وتقول عايز أفرح بيها، ولا المفروض ترفض؟ طب خليه كويس والأم رفضت. تعال نشوف الجريمة دي اللي نتيجتها الأم اللي عندها 67 سنة يحصل فيها كده. بنتين، واحدة وصلت سن 40 وواحدة وصلت سن 33، بأمانة سن كبير. البنت الكبيرة عندها 40 سنة والبنت الصغيرة عندها 33 سنة، كبروا. أمهم عندها 67 سنة. الأم كل ما يجي عريس لأي بنت من بناتها الاتنين دول ترفض. اقعدوا معايا، انتوا شايفين يعني اللي متجوز وبيعمل واه؟ طب ما عايزين يتجوزوا. فضلوا ترفض في العرسان والعيال مش قادرين على أمهم، لغاية ما وصلوا للسن ده 40 و33. وكل ما يجي عريس، لدرجة ان اللي عندها 40 سنة دي جالها واحد مطلق، الأم رفضته. تقول لها رفضتي ليه يا أمي؟ تقول لها بلا جواز ولا عجل، بخليكم قاعدين معايا. والبنت التانية اللي عندها 33 سنة جالها شاب لم يسبق له الزواج عنده 35 سنة، الأم طردته، رغم ان الاتنين الشباب دول حالتهم المادية كويسة ويقدروا يفتحوا بيوت. ولما كان يسأل أمهم تقول لهم طول ما انا عايشة مفيش حد فيكم هيتجوز. الكلمة دي لخصت أو هي اللي حكمت على نفسها بتنفيذ حكم الإعدام. أول ما البنتين سمعوا القصة دي قالوا خلاص أمنا هي اللي أصدرت الحكم وعلينا التنفيذ. قعدوا يومين يخططوا إزاي يقتلوا أمهم علشان كل واحدة تشوف طريقها ويتجوزوا ويخلفوا، وخاصة إن اللي عندها 40 سنة كانت بتقول أنا فرصتي خلاص هتضيع، عايز ألحق وأخلف عيل أفرح بيه. واختها التانية جات لها طول ما امك عايشة مش هنتجوز. قعدوا يخططوا، طب احنا نموتها ازاي ونطلع بيها من البيت ازاي، ده الناس هيشوفونا. فالبنت الكبيرة قالت خلاص نحفر لها جوه جنينة البيت وندفنها جوه جنينة البيت. قالت لها بقى نموتها ازاي، فقال نخنقها. شوفوا الجريمة جت ازاي. العيال خططوا ورتبوا، خلى الام على الساعة 8 مساء قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وجات البنت اللي عندها 40 سنة كتمت نفس امها من وراها وهي قاعدة، والبنت دي بقى جت تخنقها لجوها مش عايزة تموت. فراحت البنت اللي عندها 30 سنة جابت السكينة من المطبخ وقالت لها مش هتموت، لازم نخلص عليها،
لو سبناها هي اللي هتدفننا. وراحت البنت للأسف خبطتها ببطنها، وبعد كده أختها الكبيرة جات لها السكينة كانت شد أمها الورا، راحت قطع رأسها خالص، فصلت الرأس عن الجسم، وراحت جابت كيس من المطبخ حطت الرأس في كيس وركنت ورا باب المطبخ، وفضلوا مستنين جنب الجثة علشان يحفروا ويدفنوها في الجنين. لكن للأسف البنت لما شافت المنظر، البنت الصغيرة اللي عندها 33 سنة صغيرة بالنسبة لأختها، لما شافت المنظر والدم وأختها بتقطع في رأس أمها، أصيبت بحالة هستيرية ابتدت تزعل. الزعاج ده لم الناس سبحان الله، منظر بشع، أمها برضو في الأول وفي الآخر، والبنت الكبيرة لما قطعت رأس أمها، البنت الصغيرة أصيبت بحالة هياج. اتلم الناس دخلوا لقى الأم مقطوعة رأسها عن جسمها. جات الشرطة لقت جثة الأم على الأرض ومفيش رأس. فين الرأس؟ البنت عندها 44 سنة، جات أنا حطاها في شنطة ورا باب المطبخ. دخل رجال الشرطة جابوا الرأس في شنطتها، اصطحبوهم إلى قسم الشرطة سين وجيم. قالت أمنا قالت لنا من يومين أنتوا مش هتتجوزوا غير لما متان، فإحنا نفذنا الحكم اللي هي حكمت بيه على نفسها. انا مش انتوا مش طول ما انا عايشه انتوا قاعدين معايا، هم اللي اتجوزوا عملوا واجر عولان الهم، لما اموت انا ابقى اتجوزوا، فاحنا نفذنا الحكم اللي هي اخترته لنفسها. انا واختي مسكناها، واختي حاولت تخنقها وانا ماسكاها ما عرفتش، فجبنا السكينه ورحنا قطع الراس. طيب ليه قطعت الراس خالص؟ هي جات امي كان صحتها حلوه، ولو ما كناش عملنا كده ما كناش نضمن ان هي هتموت، ففصلنا الراس خالص. طب كنت هتودي الجثة فين؟ طلعوا معاينة وصوروا الجريمة مع النيابة مع الشرطة في حديقة في البيت كانوا حفرنها ومجهزين عشان يدفنوا فيها أمه. شفتوا الأولاد وصل بيهم قد إيه؟ صحيح الأم غلطانة، مفيش أم بتقعد بنتها 40 سنة، مفيش أم بتقعد بنتها 33 سنة. فالعيال كانوا جواهم غل من أمهم وعايزين بسرعة يخلصوا منها عشان يبتدوا يشوفوا حياتهم. الكبيره نفسها تخلف، والصغيره نفسها يكون لها بنت تتجوز، والام قالت طول ما انا عايشه مفيش جواز. وكانوا بيخافوا من امهم خوف رعب، وهي فعلا كانت رعباهم وكانت مخوفاهم لدرجه ان هم بعد ما ذبحوها البنت كانت تخاف تقول لك ما بتموتش بسهوله، اقطع الراس خالص. كانت بتعاملهم بوحشيه وبانتقام، وسبحان الله مفيش ام بتعامل عيالها كده. مثل الجريمه اعترافات تفصيليه، السلاح المستخدم كان موجود وراس الام كان في شنطه مستقله ورا باب المطبخ، اعترافات تفصيليه والجريمه كامله. الجريمه كامله. لكن احنا بنقول يا جماعه لا في ام بتعمل كده ولا في بنات بيعملوا كده في امهم، لكن هي المشكله كلها ان تبقى حالات شاذه في المجتمع. على فكره الجريمه دي حصلت في منطقه اسمها منطقه الدوحه في الكويت. منطقه الدوحه في الكويت يعني الجريمة معروفة ببياناتها بمعلوماتها بتعرف باعترافاتهم بتفاصيلها. يعني احنا بنجيب حاجات لازم نتعلم. كل ام اوعي تقفي قدام مستقبل بنتك، اوعي تكوني حجر، يعني حجر قدام مستقبلها. بتعبليها ليه؟ ما تخليها تنطلق تشوف حياتها تتجوز وتخلف. يعني طول ما انا عايشة خليكم قاعدين معايا، مفيش ام تعمل كده. ده كل ام نفسها تفرح بعيالها وتشيل ولادهم، لكن تخلي بنتينها توصل واحدة 40 وواحدة 33 سنة وتقول له مش هتتجوز غير لما اموت؟ طب هم موتوك. طبعا جريمة بشعة ومحدش يتوقعها ولا يصدقها، لكن ياما هنشوف في الدنيا دي من جرائم غريبة جدا. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.